السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. تنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه وعلى المتابعه، شكرا لكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم الارز بالطريقه الشرقيه اللي كيجي رائع، كيجي بنين وسهل في التحضير. الى عجبكم تبعوا معايا حتى الاخير، وما تنساوش اللايك بطبيعه الحال الى عجبكم. على بركه الله نحضر معكم هذا الرز. على بركة الله، أول حاجة غنبدأ بها غادي نقاد لاصوص اللي غنحتاج فيه واحد الكمية ديال اللحم اللي قطعته قطع صغار على هذا الشكل، مع واحد البصلة مشلضة ولا جوج صغار. وفي الطنجرة كندير واحد شوية ديال زيت المائدة، وغادي نقلي فيها القطع ديال اللحم هما الأولين. وهنايا فاش تقلاو ليا هاد القطع ديال اللحم غادي نضيف البصله. وغادي نخلي البصله حتى تنزل، عاد غادي نضيف التوابل. صافي، هنايا فاش تحت فاش نزلت ليا البصله غادي نضيف التوابل، غادي نضيف شويه ديال القرقوم، شويه ديال التحميره، 5 الحبات ديال الهيل مع قعقله، وشوية ديال البصل، فلفل أسود. وغادي نضيف الملحة حسب الذوق. صافي، هنايا غادي نمرق عليه ونسد عليه حتى تختار ليا لاصوص. وفي الطنجره فاش غادي نطيب الرز غادي ندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده. وغادي نخليها حتى تذوب، وغادي ننزل فيها واحد البصله. وغادي نزيد عليها واحد البصيله كبيره مشلضه ولا جوج صغار. وغادي نخليها حتى تنزل مزيان.
هنا مرة مرة كان حرك في هاد البصلة حتى تتشحن مزيان. صافي هنايا فاش كتنزل ليا البصلة فاش كتشحل مزيان، غادي نضيف ليها شوية ديال الكركم مع شوية ديال الفلفل الأسود، شوية ديال السودانية في الحار اللي كتبقى اختيارك، مع 5 حبات جوال الهيل. غادي نحتاج لواحد الزلافه ديال الرز الاصفر، الا درنا الزلافه ديال الرز غادي نديرو 2 ديال الماء، وغادي نبدا ديال الزلافه ديال الرز وغادي نشحلها مع البصله. غادي نستمر في التحريك ديالها حتى تشحر مع البصله. هنايا فاش كنشحر البصله مع الرز حتى يتحمر واحد شويه، ومن بعد كنضيف ليه 2 زلايف ديال الماء. وغادي نضيف ليه الملحه حسب الذوق. وهنايا لاصوص كما كتشوفوا معايا كيتعلق كيجي على هذا الشكل، كنخليو هذيك البصله حتى تذوب. والرز هنايا بعد ما طاب كنضيفوا ليه واحد شويه ديال الزبده، وكنخلطوه مع الدو سخون، مع الدو سخون عفوا، باش تذوب معاه الزبده. وكنحط الرز في الصحن التقديم بهذا الشكل، كنديرو في واحد الزلافه كبيره وكنقلبها في الطبيصير. المهم تجي نتا يبقى على حسب الرغبه ديالكم، وغادي نزيد عليه لاصوص. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرز، كنزيد عليه هذاك لاصوص وكنزيد عليه واحد وكنزينو بواحد شويه ديال اللوز من الفوق هكا، كيجي رائع، كيجي بنين وسهل في التحضير. تمنينا اللي عجبكم مشاهدينا الكرام، والى فيديو قبيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.